السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا من مدينة الفنيدق، قمت بواحد دورة هنا بالميديا، كان صادف جريدة الحياة اليومية، بغي نهضر على المعاناة اللي كتعاني السكان مدينة الفنيدق. دابا كنتفاجئوا بعد عبر التواصل الاجتماعي وبعض الصحف كيتكلموا على فتح الحدود، يعني باب سبتة على قبل فتح المعابر باب الجمركي، يعني على قضية البضائع. بغينا من المسؤولين يوضحوا لنا التوضيح، شكون هاد الناس اللي هما اللي غيستافدوا من هاد الخدمة اللي غادي تكون عبر باب سبتة؟ وحنايا كنعرفوا هاد المدينة هادية بأن كانت اقتصادية وسياحية، وحنا الناس ديال الشمال خصوصا عملة مضيق الفنيدق، ما عندنا لا معامل لا مصانع، ما عندنا حتى شي حاجة إلا كنتفاجئوا بهذا الأوراش والإنعاش، ولكن هذا الشيء غير كافي. لهذا خصنا نطلبوا من المسؤولين يعطونا واحد التفسير ويعطونا واحد الباب اللي عندي نكونوا نسترزقوا منه، خصوصا حنا كنعانوا من الظروف، الأسعار مرتفعة والمعيشة اللي كنعيشوا فيها صعبة جدا. فلهذا كيخرج هذا القرار بان قال لك نهار 25 يوم الثلاثاء غادي تفتح هذا الباب هذا، ولكن بغينا التوضيح، شكون هما الناس اللي غادي يستافدوا من هذه الخدمه هذه؟ وحنا كنعرفوا بان تفتحت في وجاه الناس اللي عندهم اقامه فقط، وكنا كنتظروا شي مفاجاه تكون، ولكن هذا القرار ديال فيزا شنغيل حنا غير موافقين عليه. علاش؟ حنا الباب مع الباب، وعاد جيت تعمل فيزا وتدخل، هادشي لا يعقل، هادشي ما دخلتناش حنا كالسكان اقاليم مدينه الفنيدق، وخصوصا كنهضر على العمالات مضيق الفنيدق، انا كنتكلم على هاد الناس هذا. الباب مع الباب وعاد تجي باش تعمل دابا نسينا الفيزا باش تدخل، هادشي لا يعقل. وحنا عندنا العائله لداخل، بغينا نصلوا صله الرحم، عندنا واحد الرباط مشترك، فلهذا كنطلبوا من المسؤولين الغاء هاد الفيزا شنغيل وتكون باب مفتوحه على الجميع، والناس ديال السلطات الاسبانيه هادو خصهم يقوموا بالدور ديالهم في التنظيم، يعني ماشي قضيه نعملوا فيزا وصافي، هما كيتحملوا المسؤوليه في التنظيم ديالها، ولكن يفتحوا لنا الباب كما كانت من قبل. وانا ما كنتكلمش على قضيه التسارب المعيشي، انا كنهضر بارتي التسارب المعيشي، كنهضر على زياره باش ندخلوا لديك المدينه كانها من تراب وطني، يعني من تراب وطني. خصنا ندخلو ونشوفو العائلة ديالنا ونزورو الأحباب ديالنا. و القرار هذا الصراحة صدمنا، اللي خرجت بهاد مدينة سبسة خصنا نعدلو الفيزا عباش ندخلو الباب مع الباب، هذا لا يعقل. فلهذا كنطلب من المسؤولين يعطونا التوضيح عام، وشكرا.